بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وأسئلتكم نعرضها على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيك. أحسن الله إليكم. نستهل هذا اللقاء، بارك الله فيكم، بهذا السؤال أو هذا الطلب من أحد الأخوة المستمعين الكرام الذي يقول: أنا أحد الشباب، فبماذا تنصحونني وتنصحون أيضا الشباب، وماذا يجب على المسلم عند الفتن وخاصة في هذا العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوصيك ونوصي جميع شباب المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وحفظ شبابكم مما يلوثه ويفسده عليكم، وذلك بلزوم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، مصاحبة الأخيار الذين تقتدون بهم في الخير ويعينونكم على الخير، تتجنبون مصاحبة الأشرار الذين يجرونكم إلى الشر. المصاحب له تأثير على مصاحبه، كما قال الشاعر: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. كما قال الشاعر الآخر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. عليك أن تختار الصحبة الطيب، وعليك أيضا أن تتعلم أمور دينك، تحرص على تعلم أمور دينك وما يصحح عقيدتك وأمور صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك، تتعلم أركان الإسلام وتتقنها وتؤديها على الوجه المشروع. فعليك أن تنضم إلى سلك التعليم في المدارس والمعاهد والكليات، أو في حلق الذكر عند العلماء في المساجد، تحرص على ذلك. ونوصيك أيضا بالمبادرة بالزواج إذا كنت تستطيع ذلك وتخاف على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجع. نوصيك بتجنب متابعة فضائيات ووسائل النشر التي تنشر الأمور المخلة بالشرف وبالعقيدة وبالدين. انظر واسمع واقرأ فيما ينفعك، تجنب ما يضرك من هذه الأمور. فنحن والآن في زمن فتنة عظيمة تبثها وسائل الإعلام، فعلينا أن نتقي وننتقي، نتقي الله سبحانه وننتقي منها ما فيه فائدة، ونترك ما لا فائدة فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل أيضا الأخ محمد عبد الحكيم من الأردن، يقول: هل يجوز أن أجمع عصر الجمعة مع صلاة الجمعة بسبب البرد الشديد أو الأمطار؟ ما كان هذا معروفا عن السلف ولا عن علماء المسلمين المقتدى بهم، ما كان هذا يعرف أنها تجمع العصر مع الجمعة، إنما تجمع العصر مع الظهر لأنها من جنسها، وأما العصر فليست من جنس الجمعة. قد حصل المطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في صلاة الجمعة ولم يجمع معها العصر، فدل هذا على أن العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر، يقول السائل محمد عبد الحكيم من الأردن: هل تختلف الفتية باختلاف الحال والزمان، ومن هو المكلف بالفتوى؟ الفتوى لا تختلف حسب الهوى، حسب رغبات الناس، وإنما تختلف باختلاف الدليل من الكتاب والسنة. فالفتوى تبنى على الدليل، فإذا تبين أن فتوى مخالفة للدليل أو فتوى ليس لها دليل ووجد فتوى أصح منها أتبع للدليل، فإنه يؤخذ بها، تترك الفتوى التي لا دليل عليها. نعم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بعثها المرسل ألف ميم جيم من الرياض، يقول: ما حكم صلاة من به سلس البول، وما هي الطريقة
الطريق في هذه الحالة حسن الله إليكم. إذا كان هذا السلس دائما معه فإنه يصلي على حسب حاله، يستنجي عندما يريد الصلاة ويضع شيئا على ذكره يمنع تشرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه بول وهو يصلي صلاته صحيحة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويفعل هذا عند كل صلاة، كل ما يريد الصلاة فإنه يستنجي ويتوضأ ويصلي. نعم. بارك الله فيكم. هذا محمد من جدة يقول: ماذا عن زكاة الراتب حيث أن لي أكثر من 20 عاما في الوظيفة ولم أزكي هذا الراتب؟ إذا توفر لديك وفر من رواتبك وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، إذا كان يبلغ النصاب فأكثر يجب الزكاة، ولكن بحكم أن التوفير يختلف من كل شهر ومن كل، ولا تضبط بداية السنة، تخصص وقتا معينا من السنة تخرج فيه زكاة ما اجتمع لديك، ويكون هذا مبرئا لذمتك إن شاء الله. نعم. أم محمد من اليمن تقول: ما هي الطريقة لإرضاء الوالدين أفتونا حفظكم الله؟ الطريقة لإرضاء الوالدين أن تعمل ما يساعدهما وينفعهما ويعينهما على حوائجهما، وأن تحسن الكلام معهما والمعاملة معهما، هذه من أنواع البر بالوالدين. نعم. أحسن الله إليكم. فهد الغدير من الرياض يقول: ما هي أوضاع الصلاة على الكرسي للذي لا يستطيع السجود لكن يستطيع القيام ومع ذلك يستمر جالس في الصلاة؟ لا يجوز له أن يجلس في محل القيام وهو يقدر على القيام، القيام ركن من أركان الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا كان يستطيع القيام ويستطيع الركوع أيضا فإنه يجب عليه القيام والركوع، لكن إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يجلس على الكرسي ويومئ برأسه للسجود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد من الدمام يقول: أنا والحمد لله رجل محافظ على صلاتي، لكنني أبتليت بما يسمى بالدخان، وقد استخدمت هذا سنوات عديدة لكنني وتركته، ولكنني أجد الرغبة والعزيمة في العودة إليه، فبماذا توجهونني حفظكم الله؟ نوجهك بالعزيمة على تركه وعدم العودة إليه، فإن من شروط التوبة، من شروط صحة التوبة العزم لا يعود إلى الذنب، فلا تعود إلى شرب الدخان، واستعن بالله على تركه واعزم على ذلك، والله يعينك على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. محمود من الطائف يقول: أنا شهدت شهادة زور وأيضا شاركت في عملية رشوة، فما حكم عملي هذا وبماذا تنصحونني الآن وأنا نادم حفظكم الله؟ جريمتان عظيمتان، الأولى شهادة الزور وهي الشهادة بالكذب، وهذه من أكبر الكبائر والعياذ بالله، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وإذا كان ترتب على شهادتك أخذ مال أحد فلا بد من رده إليه، وإذا كنت شهدت عند القاضي شهادة زور وبنى على شهادتك حكم بها فعليك أن تراجع القاضي وأن تخبره بما حصل منك من أجل تدارك هذا الأمر. والجريمة الثانية الرشوة، قد لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الرشوة سحت وحرام وملعون من دفعها وملعون من أخذها، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل منها، وإذا كان تحصل عندك شيء منها بعد التوبة فإنك تتخلص منه، إما برده إلى من أخذته منه، وإن كنت لا تستطيع الرد فإنك تتخلص منه بإعطائه لفقير محتاج أو بجعله في مشروع عام. نعم. أحسن الله إليكم. مريض يدخل غسيل الكلى. نعم. بعد صلاة المغرب ولا يخرج إلا بعد صلاة العشاء بنحو 1.5 ساعة، ولكنه تعبان، فهل يجوز له أن يجمعها مع المغرب جمع تقديم؟ نعم، إذا كان لا يقدر على صلاة العشاء في وقتها بسبب الغسيل وهو يدخل الغسيل بعد صلاة المغرب مباشرة فإنه يجمع إليها العشاء جمع تقديم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو علي من مكة المكرمة يقول: ما هو الضابط الشرعي فيما لا تعمله التي في عدة الوفاة؟ ضابط الشرع أنها تترك 5 أشياء، الأول الخروج من البيت، فلا تخرج إلا لحاجتها في النهار وترجع تبيت في المنزل. الأمر الثاني أنها تترك لباس الزينة بجميع أنواعه، تلبس اللباس المعتاد الذي ليس فيه زينة. الأمر الثالث أنها تترك الحلي، أنها تترك لبس الحلي على يديها أو في حلقها أو في مكان الحلي، لا تتحلى
وهي معتدة للوفاة. الأمر الرابع أنها تتجنب الطيب، تتجنب الطيب بجميع أنواعه، دخانا أو ضرورا أو سائلا، تتجنب الطيب بجميع أنواعه، فلا تضعه في بدنها إلا إذا اغتسلت من الحيض، فلها أن تطيب محل الحيض بقطعة مطيبة مثلا لتذهب رائحة الحيض كما ورد في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع مشهور القحطاني يسأل يقول: أنا كثير الحلف وغيري أيضا، وخاصة في مسائل الطلاق، فبماذا توجهونني؟ بارك الله فيكم. عليك أن تنزه نفسك عن الطلاق، تلفظ بالطلاق لأنه خطير، وإذا تلفظت به ولك زوجة وقع عليك طلاق، فعليك أن تترك التلفظ بالطلاق والحلف بالطلاق. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى السائلة من القصيم مها عبد الله، تقول: ما رأي فضيلتكم في صلاة المرأة وهي تلبس ثوبا ساترا لجميع بدنها، لا يخرج إلا وجهها وكفيها وأطراف قدميها، جزاكم الله خيرا؟ أما القدمان فلا يجوز ظهور شيء منهما بإجماع أهل العلم، وأما الوجه فيجوز كشفه بالإجماع إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، وأما الكفان ففي ظهورهما خلاف الصلاة، سترهما أولى وأحوط. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت ريم السفياني تقول: عليها قضاء من رمضان وصمت يوم بعد يوم، فهل صيامها صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا نفعل؟ بارك الله فيك. صيامها صحيح، لأنه ما يجب التتابع في القضاء من رمضان، لم يوجب الله التتابع بل أوجب القضاء، سواء كان متتابعا أو متفرقا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا المستمع عبد الله من الرياض يقول: بعض الناس يرتكبون المعاصي جهارا ولا يأتون بأركان الإسلام عدا الشهادتين، وإذا نصحت هم يردون علي بأقوال مثل: أنا سأدخل الجنة لأن لي ولد متوفى، والآخر يقول: أنا أحفظ أسماء الله الحسنى، ويستدلون بالأحاديث، فما ردكم لهؤلاء؟ هذا من غرور الشيطان، الأعمال السيئة تورد النار والعياذ بالله، ترك الصلاة كفر متعمدا، والمعاصي تهلك الإنسان، فلا يتساهل فيها ويقول: أنا لي ولد ميت صغير، هذا ما ينفعه. أو كذلك من أنواع الغرور التي يزينها الشيطان للإنسان، فعليه أن يتوب إلى الله من الذنوب وأن يتجنبها ويسأل الله السلامة ولا يزكي نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا من اليمن سعيد يقول: أسأل عن بيع المهلة، مثل أبيع لشخص غنم فيها وعد سنة، ما صح ذلك البيع؟ لا بأس بالبيع المؤجل، لا بأس بذلك، أحل الله البيع سواء كان حالا أو مؤجلا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فتأجيل جائز في البيع والشراء لا مانع منه، لكن لا بد أن يكون الأجل محددا، لا يكون مطلقا مجهولا. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن أوقات الاستغفار، هل هي بعد الصلاة أم في أوقات أخرى؟ الاستغفار يكون بعد الصلاة مباشرة، المتعلق بالصلاة، الاستغفار المتعلق بالصلاة يكون بعدها مباشرة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله 3 مرات، وهو متجه إلى القبلة، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام. وأما الاستغفار المطلق هذا في كل وقت، الليل والنهار وفي الأسحار وفي كل وقت. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: أنا كثير السرحان في صلاتي ولا أجد فيها خشوع، فبماذا توجهونني؟ أوجهك بترك الشواغل والإقبال على صلاتك، ترك الشواغل التي تشغلك عن الصلاة ومحاولة الإقبال على الصلاة، فإن الله يعينك إذا صلحت نيتك وحرصت على الخشوع في الصلاة. نعم. هذه السائلة تقول: هل إذا صلت المرأة لها أذان وإقامة؟ لا، ليس على النساء أذان ولا إقامة، فلا يجوز لها ذلك، إنما هذا خاص بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المرسل أبو ماهر يقول: هل الربح في البيع والشراء أكثر من النصف جائز أم حرام؟ الربح في البيع والشراء يتبع السعر، يتبع سعر السوق، فلا يزيد على ما تساوي في السوق، ويضر المشتري أو يستغل حاجة المشتري أو يستغل عدم فطنة المشتري من الصغار والنساء، عليه أن يصدق وأن يربح بقدر ما تساوي السلعة في السوق وما تباع به نظيرتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل بارك الله فيكم من الخبر محمد العتيبي يقول:
يقول هل الطلاق له أنواع كما يسمى بدعي وسني وما هو؟ نعم، الطلاق ينقسم إلى نوعين، طلاق بدعي وطلاق سني. طلاق البدعي يكون في العدد، كان يجمع الثلاث بلفظ واحد هذا بدعي، وبدعي في الوقت، كان يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه أو نفسا، فهذا بدعي في العدد. الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه، وإن بدا له أن يراجعها وهي في العدة فله ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل زواج الشغار حرام أم حلال؟ وهل إذا زوجت أحدا أختي وزوجني أخته يكون مثل ذلك؟ نعم، الطلاق الشغار حرام بالإجماع وباطل أيضا، وذلك إذا كانت المرأة بدل المرأة بدون مهر، تجعل المرأة بدل المرأة بدون مهر، زوجني موليتك وأزوجك موليتي، أو أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، ولا مهر بينهما، هذا شغار بالإجماع وباطل بالإجماع. أما إذا كان فيه مهر فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح تجنبه والبعد عنه، لأنه لا يخلو من ضرر بالمرأة. نعم. أحسن الله إليكم. أحمد سعيد من أبها يقول هل صلاة الرجل في بيته باطلة مع قدرته على الذهاب إلى المسجد؟ صلاته ليست باطلة، مجزية، ولكن يفوته أجر عظيم ومضاعفة كبيرة، ويترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون له صلاة واحدة فقط بدل 27 صلاة مع الجماعة، هذا خسارة عظيمة، فعليه أن يتقي الله وأن يحافظ على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجب، فإذا صلى في بيت من غير عذر يكون تاركا لواجب يأثم بتركه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول محمد عبد الله من الخرج يقول ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ المقصود أنه لا يوصي لأحد من الورثة، لأنه يكفيه ميراثه، فلا يحيف معه ويوصي له زيادة، وهذا بإجماع أهل العلم أنها لا تجوز الوصية للوارث، بإجماع أهل العلم، إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت، إذا أجازوها بعد الموت فإنها تصح تنفيذا. نعم. بارك الله فيكم. هذه أم محمد تقول هل يجوز أن أتحسب أو أن أحتسب بخدمة والدي وأن أمنع نفسي من الزواج خدمة له؟ الإمكان أن أنت تتزوجي وأن تشترطي على الزوج أن يفسح لك المجال في خدمة والدك. نعم. بارك الله فيكم. هذا محمد يقول هل يجوز أن أتزوج بنت أخت زوجتي؟ لا، خالتها زوجتك تكون خالتها، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وأختها. نعم. مصعب اليحيى يقول هل يجوز أن أصلي سنة الظهر التي قبل الفرض 4 ركعات بسلام واحد؟ يجوز، لكن الأفضل بسلامين، هذا أكمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة حيث أن عنده أسرة مكونة من 6 أفراد وعليه دين، علما أن راتبه 3500 ريال فقط؟ هو أولى بها، لأن الصدقة على القريب عن صدقتين، صدقة وصلة. إذا كان محتاجا وعنده أولاد ولا يستطيع الإنفاق عليهما فتعطيه الزكاة. نعم، وهذا أولى من غيره. نعم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول هل يجوز أن أمتنع أو أتوقف عن الحمل أكثر من حولين وذلك بدواعي تحديد النسل؟ لا يجوز تحديد النسل، هذا حرام، لكن تأخير الحمل لأجل علة أو مرض لا تطيقين معه أو يشق عليك الحمل تأخذين ما يؤخره ولا يقطعه، هذا لا بأس به للحاجة. نعم. جزاكم الله خير شيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي لختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، أستودعكم الله ونلتقي على خير في لقاءات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.